تصور حاجة تغلق فيها. مباشرة مرحبا بمتابعينا الكرام عبر قناة شو تي في، قناة الشاب منكم وإليكم. نقلكم من قلب مدينة سليمانور في الجولة المسائية وإعطاء حصيلة كورونا. للأسف مدينة سليمانور عرفت تسجيل حالة وفاة واحدة وصفر حالة بإصابة بكورونا. دائما نقول لكم من قلب مدينة سليمانور من أجل إعطائكم الحصيلة اليومية لهذا الوباء اللعين الذي أصبح يهدد الساكنة ويهدد سلامة المواطنين. دائما على المباشر من قناة شو تي في، قناة الشعب، نقول لكم من قلب مدينة سليمانور كما قلنا إعطاء تسجيل حالة وفاة واحدة وصفر حالة إصابة بكورونا. غادي نعطيكم كذلك بعد قليل الحصيلة اليومية لهذا الوباء على الصعيد الوطني من قلب مدينة سليمانور. دائما وعلى المباشر من مدينة سليمانور لإعطاء الحالة الوبائية. للأسف كما قلنا أن مدينة سليمانور عرفت بتسجيل حالة وفاة واحدة. بالنسبة للحالات المؤكدة فهي في انخفاض، 917 حالة، الوفيات 72 وحالة شفائية 4451. بالنسبة للملقحون بالجرعة الأولى والثانية 20,154,335، جرعة ثانية 16,667,989 حالة. هذا بالنسبة للإحصائيات على الصعيد الوطني. كما قلنا على الصعيد المحلي مدينة سليمانور لا عرفت تسجيل حالة وفاة واحدة وصفر حالة بالإصابة بكورونا. مزيد من الحيطة والحضر، ردوا بالكم، ردوا بالكم، لا خليكم راها، لأن هذا الوباء هذا يعني صعيب بزاف، وأكثر اللي ولا دابا أكثر عرضة، أكثر عرضة من أي وقت كان، وخصوصا مع هذه الفترة هذه لظهور حالات متحورة. لكن الحمد لله بفضل المجهودات الجبارة اللي كنتمناو أننا نتغلب عليها. وبالنسبة للناس اللي كيدو اللي فاكسا أو اللي كيدو تلقاح فهما يعني يكونوا أقل ضرر من هذا الوباء. ماشي بحال أننا إلا ما كنتيش دير الفاكسا أنك تكون أكثر عرضة بعشرات المرات على الأول، لأن صعيبة دابا، صعيبة هاد الحالات. دائما وعلى المباشر مباشرة على قناتكم قناة الشعب، قناة شو تي في التي دائما في قلب الحدث وفي قلب مدينة سليمانور لإعطائكم جميع تفاصيل الحالات الوبائية. إنا إليه وإنا إليه راجعون، رحم الله كل أمواج ضحايا هذا الوباء هذا اللي بحقه اللي صح في الأول الأخير يحصل عدد من الأرواح كبيرة، كانت بالمئات للإصابات، وهذا كان ناتج عن بعد التهور. متابعي قناة شو تي في، قناة الشاب، من أجل إعطائكم الحصيلة اليومية لهذا الوباء اللعين وباء كورونا.
باتجاه الامن الوطني لاولويات ديالهم متابعي الكرام، نقول لكم من قلب مدينة سيدي بن نور اللي قلنا للأسف نعرف تسجيل حالة وفاة واحدة وصفر إصابة بكورونا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى جميلة عاصمة الفلا الفلاحية. مباشرة على قناة شبيبة قناة الشعب الأردني في هذه الأجواء الرائعة. تحياتي على المباشر نقدمها لكم من خلال قناتكم قناة الشعب قناة شوقي التي من خلالها نقوم بالتفاصيل العالقة بإقليمي سيدي بن نور والجديدة وكذلك اليوسفية. نعيش معكم لحظات بلحظات في تغذيتنا الشاملة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد المحلي خصوصا على مدينة سيدي بن نور. في بث مباشر وفي تغذية مباشرة
شوارع مدينة سيدي بنور. لم يبقى لي سوى أن استودعكم الله، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله. سنكون دائما في قلب مدينة سيدي بنور، مدينة العلم ومدينة الشرفاء. من هنا لم يبقى لي سوى أن نستودعكم الله، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله.